كثير من الناس يسألني عن شنو اللي ممكن يؤدي إلى الإصابة بمرض السكر وشون أقدر أتفاداه، وإحنا نسميها عوامل خطورة اللي هي كثير منها معروف وفعلا نقدر نتفادى بعض الأمور. فالأشياء اللي ممكن تؤدي إلى مرض السكر من النوع الثاني نتكلم بالتفصيل، لأن النوع الأول في أغلب الأحيان ما نقدر نتفاداه ويتبع عوامل وراثية، لكن النوع الثاني هم كذلك في عوامل وراثية لكن في عوامل ممكن نتفاداها، وهو يصيب 90% من الناس عالميا. النوع الثاني مربوط بتاريخ أسري، ففي عامل وراثي بالمسألة، لكن الربط الأكبر هو مع أشياء مثل السمنة والبدانة مثلا، الإفراط في الأكل الغير صحي أو الأكل غير صحي بشكل عام، اتباع عادات سيئة مثل التدخين، وكذلك نمط حياة خمولي كسولي ما في حركة، أو البعد عن ممارسة الرياضة بشكل دوري. طبعا التقدم بالسن يزيد نسبة الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني طبيعيا، وفي بعض الأعراق عرضة للإصابة بمرض السكر أكثر من غيرها. وإحنا نشوف أن عندنا مثلا في دول مجلس التعاون الخليجي عندنا إحنا عرضة للإصابة بمرض السكر أكثر من غيرنا.